اهلا وسهلا، مرحبا يا حبايبنا. النهارده كل عام وانتم بخير، يا رب تكونوا بخير وكلكم واولادكم واحفادكم، ويا رب بالف خير وصحه وكل عام وانتم بخير. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل الكحك، بس انا بعمله بطريقه امهاتنا واجدادنا بتوع زمان. لازم اقدح السمنه، سامعين صوتها اهي، اقدح السمنه الاول واعمل الكحك. ما بحبش اعمل الكحك على البارد، لان قدح السمنه بيخلي الكحك بيعيش فتره طويله اكتر ما بتعمليه على البارد. بتعمليه على البارد ده لازم بيتاكل على طول، اقصى حاجه اسبوعين، لكن قدح السمنه ده ممكن يقعد معاكي شهرين كمان وما يجرالوش اي حاجه. انا السمنه بتاعتي اهي خلاص اتقدحت، وهنروح بقى ان شاء الله كده ايه نشوف هنعمل ايه بعد كده. يا جماعه بنحط على الكيلو دقيق حوالي 3 معالق من دي سمسم، بنحط عليهم 3 معالق اهي، 3 سمسم. اشتركوا في قناة تيتا سميرة واعملوا لها لايكات وجرس كتير ولايكات كتير، واللي بيحب يحط محلب بيحط، ما بحبش خلاص. انا نحط على الكيلو معلقه زي دي، معلقه كده محلب، اللي عايز يحط يحط، اللي مش عايز براحته. وبحط ريحه كحك برضو معلقه كحك على الكيلو اهي، معلقه دي على الكيلو. يبقى حطينا 3 معالق سمسم، او اللي بتحب اكتر من معلقه تحط براحتها، السمسم ده راحتها، لكن احنا بنحط على الكيلو 3 معالق ومعلقه ريحه كحك ومعلقه صغيره محلب. اللي بيحب يحط محلب يحط، اللي ما بيحبش معلقه ونص من السكر قد دي اللي هندوب فيها الخميره. انا دلوقتي لسه مش هدوب الخميره دلوقتي اهو. احنا دلوقتي حطينا مقاديرنا، الكيلو قلنا هنحط عليه معلقه ريحه كحك، معلقه محلب، 3 معالق سمسم. عايزين نزود عن دول نزود، السمسم براحتك وريحه الكحك براحتك. انا دلوقتي هحط على الكيلو سمنه، انا قدحت السمنه زي ما وريتها لكم في الاول، قدحت السمنه. هحط على الكيلو 2.5 كوباية من المج ده سمنه، السمنه لازم تكون مقدوحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه مقدوحه؟ بحطها على النار لغايه لما احس ان هي غليت جامد، بحط نقطه ميه كده وابص الاقيها السمنه اتقطع، لغايه لما تبطل التكتكه دي كده يبقى انا اطفي على السمنه. السمنه المقدوحه في الكحك بيقعد الكحك مده طويله ما يجرالوش حاجه، اما الكحك اللي على البارد ما بيقعدش مده طويله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي سخنه لازم تكون بتغلي، نحطها كده على الحاجه على السمسم وعلى ريحه الكحك عشان تطلع الروائح العطريه بتاعه ريحه الكحك. احنا كده حطينا 2، هحط نص بقى. يبقى 2.5 كوباية سمنه على الكيلو دي. دلوقتي بقى ان شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هنقلب طبعا السمنه طبعا سخنه جدا، فمش هينفع نقلب بايدينا، هنقلب كده بمعلقه كبيره. التقليب بالايد في حاله واحده لما نكون عاملين الكحك على البارد، اما في حاله ان احنا قادحين السمنه كده لازم معلقه خشب، اي معلقه عندك متاحه اعملي بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هقلبه ولما يبرد شويه هوريكم احنا بنلبسه ازاي. هو طبعا ما بردش قوي، بس هو احنا بنبس فيه اهو، هنبسه. كل ما تبس الدقيق كويس بيديكي كحك ناعم جدا. اهم حاجه في الكحك البس، دي اهم حاجه في الكحك كله البس.
دسيه كويس اهو، شايفين ازاي؟ اهي اهي، مش عارفه كده، امسك كده كده واعمل كده اهو. لو مش عارفه تعملي كده كده، تبسي كده مفيش مشاكل، امسكي كده وبسي، والحته اللي تعمليها كده حطيها على جنب واعملي غيرها اهي. هعمل كده بحطها على جنب واعمل غيرها كده. يلا يا اهم بس حاجه بسي زي تيتا بسي. بس يا جماعه عايزين الكحك يبقى ناعم فبنبسه اهو. اهم حاجه الكحك يطلع ناعم لازم البس. يلا يا كيمو بس البس كويس، هو احسن حاجه اهو. نفضل نبس كويس جدا، هو لسه سخن شويه بس مش مشكله، هنعمله ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهم حاجه يا جماعه البس، فانا هنبس ونخلصه ونوريه لكم ساعه ما نيجي نحط الميه بتاعت العجين والخميره ان شاء الله. بصوا يا جماعه ادي نحط الحته دي، ادي عين الجمل اهي، دي على الكيلو خميره بلدي، ما نحطش خميره فوريه، ما بعملوش بخميره فوريه اهي. وبنحط معلقه سكر برده بنفس المعلقه، وهنحط نص كوبايه ميه على الكيلو بنفس المرج اللي احنا عيرنا بيه السمنه. يبقى السمنه حطينا 2.5 سمنه، وحطينا نص ميه، وحته خميره قد عين الجمل، ومعلقه سكر ورشه ملح، كل ده بنحطه، وشويه معلقه 4 معالق سمسم، ومعلقه رق الكحك، ومعلقه صغيره محلب. اللي بيحب يحط محلب يحط، اللي ما بيحبش ما بيحبش. عايزه تكتري السمسم اكتر من كده كتري براحتك، عايزه تكتري ريحه الكحك اكتر من كده كتري براحتك. وتبصي العجين كويس، بنفضل اهم حاجه في الكحك البس. شوفي بسم الله ما شاء الله ازاي، شوفي العجينه عامله ازاي مطرح البس. عايزه كحك ناعم، بصي بس العجين كويس. اما نيجي نحط الميه مش هنبس جامد عشان العجينه ما تعملش عرق اهي. شايفين انا دلوقتي هدوب الخميره في الميه وبعدين اوريكم ان شاء الله. تيتا سميرة واعملوا لها لايكات كتير والجرس، فعلوا اللايك. ودلوقتي انا دلوقتي حطيت نص كوباية مية بالكوباية اللي انا معبرة بيها السمنة ديت، وحطيت الخميرة البيرة قد عين الجمل، ودوبتها في نص كوباية، بتكون مية بتكون فترة زي دمع العين مش ساقعة. وانا دلوقتي دلقتها على الدقيق وهقلبه بس كده عشان الم العجينه، مش هعجن اهو كده. شايفين كده هلم بس العجينه، ما عجنش عشان ما يبقاش ليها عرق والكحك بتاعي يبقى خشن. هلم بس كده، شايفين بلم بس اهو، هلم العجينه بتاعتي بس، بس مجرد ان انا المها، هلمها واوريها لكم يا جماعه. العجينه ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهي شايفين كحكتنا الجميله اهي، ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا يا ريم. بص يا جماعه احنا بنعمل كده تطلع الكحكايه شكلها كده. كحكة ريم الجميلة اهي. يلا يا كيمو. نعمل كده. اه. وبعدين نزق. ايوه. ايوه. نعملها على ايدينا كده اهو. ايوه. ونطلعها. ايوه. يبقى شكلها حلو. يلا حطي في الصاج بقى. وريها الاول في ايد ماما. قرب ايدك على ماما الاول. حطي في الصاج يلا. شايفين؟ استنى. شايفين بتاعت كيمو؟ ما شاء الله الله اكبر، ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطي يا كيمو. بص شايفين الصاج بتاع كيمو؟ بصوا بناخد حته نحطها في الصاج وناخد منها كور ونعمل. وادي الصاج ريم عملته اهو ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عملتيه بايه يا ريم؟ عملته بالبتاع اللي زي الختم دي، البصامه. بنعملها كده وندوس. عملت كده وبندوس على دي
عشان تعمل الشكل. وده الشكل من جوه، بنحط العجينة هنا وندوس كده. عمايلي انا اهو بالبصمة برضو بالقالب دوت اهو، ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فاحنا دلوقتي بنعمل العجينة قبل ما بتخمر، بنشكلها قبل ما بتخمر وبنسيبها تخمر وبعد كده بنسويها. انا ما بخلوش يخمر وبعدين اعمله، لا انا بشكله قبل التخمير واسيبه يخمر في السجاد، وبعد ما يخمر في السجاد بسويه. ان شاء الله ما يخمر وكده ونيجي نسويه هوريها لكم ان شاء الله. شايفين الصاج الجميل؟ انا عملته بدي، بس على ايديا كده اهو، وسبتها تطلع، وانا اللي عملتها كده وهي جميله. ما شاء الله ما شاء الله، ما صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله كل الكحك اللي احنا بنعمله هيبقى حلو. واشتركوا في قناة تيتا سميرة واعملوا لها لايكات كتير وفعلوا الجرس كل خير ليكم. قول عايزينكم تكبروا قناة تيتا سميرة. ان شاء الله لما كبرتهاش هزعل منكم. ومش هكلمكم تاني. احنا دلوقتي يا جماعه الكحك بتاعنا اهو خمر، وان شاء الله هندخله الفرن معاكم. الفرن بتاعنا اهو ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هندخل الكحك بتاعنا الفرن اهو، شايفين الكحك بتاعنا دخلناه الفرن اهو، اهو ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء يقدر بالصلاة عنا. اهو دخلنا الفرن بتاعنا اهو، وان شاء الله نستنى اول ما يستوي ان شاء الله نوريها لكم. وده يا جماعه اول صاج ان شاء الله نطلعه اهو معاكم، شايفين ما شاء الله التسويه ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله اعمل معاك واحد كمان اوريها لكم ان شاء الله، وهنحط معاكم كمان واحد اهو باذن الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو ان شاء الله، اهو يا جماعه ان شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل. اهو يا جماعه حطيناه معاكم ان شاء الله فرن، وما يطلع هنوريه لكم ان شاء الله. وادي يا جماعه الصاج بتاعنا التاني اهو ما شاء الله، خرجناه خلاص اهو، اهو شايفين ما شاء الله التسويه عامله ازاي. انا جايبه اصل الفرن الصاج اللي هو بتاع اللي هو الفرن الصاج اللي بانبوبه ده، بعمل فيه الكحك والفتير والرقاق اهو ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. شايفين التسويه يا جماعه، شايفين ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله اخلص الكميه بتاعتي وارجع لكم ان شاء الله. وادي كده يا جماعه الكحك بتاعنا بعد ما خلص وطلعناه من الفرن كده خلاص اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله بقى يبرد كده ونحط عليه السكر ونوريه لكم ان شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادي الكحك بتاعنا اهو ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله كده يبرد ونحط عليه السكر ونوريه لكم في الاخر ان شاء الله. بس ما تنسونيش في الشير واللايك، ولو سمحتوا اشتركوا في قناتي ان شاء الله، دعموني ان شاء الله كده. وباذن الله يا رب تعجبكم طريقتي وتكون سهله عليكم يا رب العالمين ان شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
وادي يا جماعة الكحك بتاعنا اهو بعد ما خلص وحطينا له السكر. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا جميل جميل تحفة تحفة والله ما شاء الله. بصوا اهو اه شايفين شايفين اهو ناعم ازاي وجميل ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله ناعم جدا جدا وجميل وطعمه جميل وريحته جميلة جدا. يا ريتكم كنتوا معانا وادقوه. ما تنسونيش بقى في اللايكات والاشتراك في القناة كده وشجعوني ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير. مع السلامة.